السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو النهاردة عن تنظيف مكنسة غسيل السجاد، مكنسة هوفر بلاتينيوم، وهنجاوب مع بعض على بعض الاستفسارات اللي كانت بتيجي عنها. أول وأهم حاجة الأول قبل ما نغسل السجادة إن احنا نكنسها كويس. كتير كان بيشتكي إن قوة شفط المكنسة ضعيف، مش بتشفط المية كويس من السجاد. ده بسبب إن أكيد السجادة كان فيها أطراف فسد المجرى لمكنسة هوفر فما بتشفطش المية، علشان كده مهم جدا ان احنا نكنس السجادة الاول قبل ما نبدأ نغسلها. شايفين كمية التراب اللي طلعت من السجادة؟ رغم ان انا كنت كنسة السجادة دي من يومين، لكن كل مرة بكنسها لازم بيطلع منها كمية التراب دي، فمهم جدا ان احنا نكنسها. لو ما كنتش كنستها كان كل التراب ده كان هيدخل مكنسة هوفر وهيسد المجرى بتاعها، وباستمرار كده لو فضلنا كل مرة ما نكنس السجادة هيضعف قوة الموتور للمكنسة، علشان كده مهم ان احنا نكنسها قبل ما نبدأ نغسل. بعد ما كنستها هنبدأ نغسلها بالمكنسة دي. المكنسة كنا عملنا فيديو قبل كده بالتفصيل عن طريقة استخدامها وغسيل السجادة بيها، لكن هنشوف مع بعض كده، هنمر عليها بشكل سريع للي ما شافش الفيديو قبل كده. ده الخزان اللي بنحط فيه المية والمحلول. انا هستخدم المكنسة على الغسيل السريع، بيبقى فيها درجتين للغسيل، الكويك كلين والديب كلين. انا هستخدمها للكويك كلين، فهملي مستوى المية لحد النص اللي هو المستوى اللي موجود عندي بقى مكتوب كويك، وهحط المحلول في المكان المخصص ليها، وبعد كده هنوصلها بالكهرباء ونبدأ نغسل السجاد. اللي ما شافش الفيديو التنظيف ان شاء الله بحط الرابط بتاعه في صندوق الوصف للي حابب يرجع. وكنت حابه برضو اعكد على او بعض الناس كانت بتستفسر كتير عن الزرق اللي موجود في الدراع فوق، المكان اللي بمسك منه ده وبحرك المكنسه. الزرق اللي موجود تحت ده بنضغط عليه واحنا بنستخدم المكنسه لقدام، لما بنضغط بينزل المحلول يتطرد بيه الميه، فاحنا بندفعها لقدام بنضغط عليها علشان نركز المحلول مع الميه ويغسل. واحنا بنرجع السجاده لورا بنشيل ايدينا من على الزر علشان لما بترجع لورا بتشفط معايا الميه فما ننزلش المحلول. فمهم جدا الزر ده نضغط عليه واحنا بندفعها لقدام، ولما نيجي نرجعها لورا نشيل ايدينا. المكنسة حلوة جدا، خفيفة في الإيد، مش تقيلة مش بتتعب، من أحسن أنواع السجاد بصراحة. عندي بقالها كتير مجرباها ومعجبة بيها جدا، وبنصح اللي حابب يجيب مكنسة غسيل السجاد هوفر بلاتينيوم. يمكن نزل بعدها إسمار الإسمار هوفر بلاتينيوم أو هوفر إسمار، لكن أنا بفضل برضه لسه هوفر بلاتينيوم. الفرص بتاعتها أفضل بكتير. ميزة الإسمار بس إن الفرص بتاعتها أسهل في الفك، لكن احنا هنشوف مع بعض بعد كده طريقة فك الفرش دي، برضو بتتفك بسهولة بالمفك. وكمان ميزة السمارت للي برضو كان بيستفسر عنها ان فيها زر للتجفيف، لكن برضو هي بتتجفف يعني بتحتاج وقت، برضو مش بتجففها تماما. شايفين عندي هنا المية اللي طلعت من السجادة، رغم ان احنا كنسينها كويس جدا بالمكنسة، لكن علشان نعرف ان قوة الموتور او قوة الواط لمكنسة غسيل السجاد اعلى بكتير حتى من اعلى مكنسة بنكنس بيها. انا كنت بكنس بمكنسة دايسون V11، معروف ان قوة الشفط بتاعتها عالية، ورغم كده كان لسه في حاجات في السجادة برضو طلعتها مكنسة هوفر. فعلشان نعرف بس ان المية بتراب ديت مش بتبقى من التراب اللي كان في السجادة، لا كان بيبقى فيها وسخ كمان مكنسة هوفر بتنضفه، لان كتير بيبقى فاكر ان هي الميه بالتراب ديت الميه السودا دي اللي هي ميه بتراب، لا هو بقى فعلا وسخ في السجاده وبيطلع. فهي قويه جدا مكنسه هوفر بلاتينيوم، بصراحه بنصح بيها. الميه كانت خلصت فانا زودتها علشان برضو نشوف مع بعض غسيل السجاد، واستخدمت بدل المحلول برسيل الجل. ده كان كتير برضو بيستفسر عن بديل المحلول للمكنسه. انا كنت سألت مندوب قبل كده وقال لي ممكن نستخدم اي نوع برسيل جل من غير رغوة، فانا استخدمت برسيل جل، يمكن دي تاني مرة استخدمه، والحمد لله يعني كويس، مش يعني المكنسة شغالة بعدها.
انا قلت اجربه قبل ما اقول لكم، ولو حصل حاجه للمكنسه انصحكم، ان لو ما حصلش حاجه انصحكم بيها. والحمد لله جربته مرتين دلوقتي وما حصلش حاجه. بعد كده انا ركبنا الخرطوم ديت، القطعه اللي هي الفرشه الدواره لغسيل الكنب والانتريهات، كنا استخدمناها مع بعض قبل كده. في بقى كان بيشتكي ان صعب جدا ان احنا نشيل الفرشه ديت علشان نركب مكانها فرشه الستائر، فاسهل حاجه انا لقيتها، لان فعلا القطع السوداء ديت مش بتتضغط، فعلشان نرفع القطع البيضه ونعرف نشدها بستخدم المفك ده. مجرد بس ان بسن المفك بحطها تحت كده ارفعه سنه بسيطه وبعد كده اشدها بتتشال بكل سهوله. الخرطوم ده بنركب فيه الفرشة الدوارة ديت للكنب والانتريهات او فرشة تنظيف الستائر. فانا برضو حبيت اوريكم ازاي بنشيلها وبنركبها تاني. هي فعلا بتبقى جامدة، صعب ان احنا نشيلها بالايد، فبالمفك بتتشال بكل سهولة. بس نخلي بالنا برضو علشان المفك ما يكحتش في الماسورة السوداء ديت للخرطوم، فنحط السن كده بالراحة ونرفع سنة بسيطة وبعد كده نشدها بايدينا. انا هشيل الفرشة الدوارة وهركب مكانها فرشة تنظيف الستاير. هنجرب مع بعض برضو تنظيف الستاير، لان الفيديو اللي فات اللي كنا عاملينه ما كناش شفنا مع بعض تنظيف الستاير، فانا حبيت برضو ان انا اوريهولكم النهاردة قبل ما نبدأ مع بعض طريقة تنظيف السجادة. فدي الفرشة الخاصة اللي بتيجي لتنظيف الستاير. عندي الستاره بنضغط على الزر اللي بيبقى موجود تحت ده وبعد كده بنغسلها وهي متعلقه. الخرطوم بتاع المكنسه طويل وممكن يوصل لفوق، يعني تجيب الستاره وهي متعلقه كده من فوق لتحت. حلوه جدا في التنظيف، واي نوع ستاره انا حطيت ايدي بس علشان تاخدوا بالكم من قوه الشخص، لان هي ما كانتش واضحه قبل كده، فحطيت ايدي علشان تشوفوا ازاي الميه بتغسلها والميه بالتراب بتطلع منها. طبعا السكاير دي دايما بتتسرب، خاصه لما بيت الشباك موجود على شارع فدايما بتبقى مليانه تراب. فسهل جدا تنظيفها بالمكنسه، بصراحه سهلت كتير، وهي متعلقه بتنظفيها، وخاصه لو عندك زي كمان هتريحك كتير في تنظيف البيت. من هنا برضو حبيت اوريكم على الستاره الشيفون ان هي بتنفع برضو بتنظفها، يعني اي نوع ستاره هي بتنظفها. طبعا الستاره مع الشباك بتنشف في اقل من 10 دقايق بتكون نشفت، والسجاده بتقعد ساعه لو انت فاتحه الشبابيك والمراوح عليها بتقعد ساعه وبتكون نشفت. وعندي هنا برضو البلاط، كان البعض استفسر عن الجلدة بتاعت البلاط هل هي سهلة ولا لا في المسح. بصراحة انا دايما مش بجربها، بنصحها بالكتالة، لكن حبيت اجربها تاني معاكم النهاردة، ان جلدة البلاط سلسة جدا على البلاط او السيراميك، فسهل جدا برضو ان احنا نستخدمها. بتمشي عندي بكل سهولة، اللي كان بيشتكي انها بترجع بيبقى فيه صعوبة واحنا بنرجع المكنسة لورا ممكن تكون تركيبها غلط، لكن هي لو متركبة صح بتبقى سهلة جدا ان احنا ندفعها لقدام او لورا. ده طبعا لون البلاط بس هو اللي مش موضح كويس تنظيفها، لكن هي فعلا بتنظف حلو جدا. لما كنت بجربها على السيراميك جربتها مرة واحدة بس على السيراميك كان سهل جدا. بعد كده بقى هنبدأ نشوف مع بعض المكنسة بعد ما غسلنا. شفتوا كمية التراب اللي موجودة؟ يعني انا بصراحة بستغرب. هنشوف مع بعض التفكيكها وتنظيفها. انا بستغرب لكمية التراب اللي بتطلع ديت، يعني احنا شفنا كمية التراب اللي في المكنسة وكمية التراب اللي في المية، وهتلاقوا برضو متعلق بيه الفرش كمية تراب. يعني انا ببقى مش عارفة كمية التراب دي كلها بتيجي منين. فبصراحة فعلا السجاد بيبقى محتاج يتنظف. انا ما كنتش متخيلة من قبل ما اجيب المكنسة ان السجاد بيبقى فيه كمية التراب دي، رغم ان السجادة دي كمان على فكرة في غرفة ما هياش في شباك على شارع، يعني تعتبر في غرفة داخلية، ومع كده كل التراب ده بيطلع منها. فمهم فعلا علشان نحافظ على صحتنا وصحة اولادنا ان احنا نهتم بغسيل السجاد كل فترة، يعني انا تقريبا مرة او مرتين في الشهر على الاقل، يمكن ايام المدارس بتأخر شوية، لكن في الاجازة بحاول دايما ان انا انظفها على طول. انا يمكن هنا الاول بستخدم الاول مناديل وايبس وابدأ انظف،
لو لاحظتوا ان التجاويف اللي جوه ديت بيبقى فيها زي فتل او شعر، فمحتاجين ان احنا نشيلها الاول بمنديل، ما نعملهاش بالشفاط لان هنشوف بعد كده ازاي انا بغسلها بالشفاط. لكن الحاجات دي لو عملناها بشفاط هتلاقي الشعر والفتل دي كلها تدخل جوه، فمهم جدا الاول ان احنا نشيلها بالمنديل. شايفين الشعر والتراب اللي كان متجمع، بشيلها بمناديل الوايبس الاول، وبعد كده ببدأ انشفها بمناديل المطبخ. هو على فكرة التنظيف مش بياخد وقت ولا حاجة، يعني كتير بيندم انه جاب المكنسة وبيقول ان التنظيف بياخد وقت ومتعب. هو بالتعود يعني، مرة في مرة هتلاقيها انك اتعودت عليها ومخدش وقت. وكمان احنا، انا بصراحة انا مش بعمل التنظيف ده كل مرة بستخدم فيها المكنسة، لا يعني انا احيانا لما بطلعها وبغسل سجادة واحدة مش بنظفها كده، الفرش حتى بنظفها وهي متركبة فيها. لكن بعد كل مرتين او لو استخدمتها مثلا لغسيل كل السجاد، فبقوم بضطر ان انا انظفها بالشكل ده. فتنظيفها برضو مش متعب ومش بياخد وقت، هي مرة في الشهر مرتين في الشهر بالكتير لو بتستخدميها كتير يعني. فده اللي انا بعمله، بنظفها كده الاول كل التجاويف دي بالوايبس، وبعد كده برجع انشفها بمناديل المطبخ وبس. وتحت مكان الخرطوم بعد كده بقى هندخلها الحمام وهنبدأ نشوف مع بعض تركيب الفرش. الفرش الدوارة اللي تحت ديت سهلة جدا فكها، بتزقيها لقدام الاول حركة وبعد كده بتشيليها سهلة. بعد كده هنرجع بقى للفرشة ديت، وهي ديت اللي فيها وقت شوية، بيبقى فيها المسامير ديت بالمفك ده السن بتاعه اللي بنستخدمه، وبنبدأ نفك المسامير. هما 8 مسامير ثابتين في الاول، والحديدة دي برضو الاتنين دولت بنفكهم. ممكن تفك المسمارين اللي فوق بس وتسيبي اللي تحت، لكن انا بفكها على طول هما الاتنين علشان اشطفها برا لوحدها. بعد كده بعد ما فكينا 8 مسامير بنفك القطع السوداء دي، برضو بيبقى فيها مسمارين بنفكها، ونبدأ نفك بقى الفرش من الجنب. القطع اللي في الجنب هي بس بتتزق كده من على البقرة وسهلة جدا، وبعد كده بنشيلها من الجلد بس كده. هنا بقى شعر بنقصه بيه المقص وبعدين نغسله. شايفين الاول كمية التراب اللي كانت متراكمة هنا، هو ده اللي بيسد المكنسة. يعني انا حتى في اخر غسيل السجادة، انا غسلت اللي احنا عملناه مع بعض ده كنت غسلة بيها سجادتين، سجادة كبيرة وسجادة صغيرة شوية، مطلعة الكمية ديت رغم ان انا كنساها بالمكنسة كويس. وشايفين كمية التراب اللي طالعة، وكانت في الاخر على فكرة بدأت ما تشفطش كويس المية، لان كمية التراب كانت اتجمعت كتير فيها، فبدأت في الاخر ما تشفطش كويس المية. هو ده سبب ضعف قوة الشفط، الاتربة اللي بتبقى متجمعة دي. فانا بعد ما بشيل الفرش بعمل بالشطاف، ببدأ قوة ضغط الشطاف بتنظفها كويس جدا، وبغسل بيها الدراع ده برضو، وده الخرطوم اللي كان متركب فيه فرشة الستارة، بجيب من فوق كده بحط مية وبينزل من الناحية التانية، وبعد كده بعلقه على الحنفية علشان يصفي المية كويس. الفرش بغسلها كويس وبقص الشعر اللي بيبقى لازق فيها بالمقص، وبعد كده بنبدأ تركيبها. تركيبها برضو نوعا ما سهل، بنركب الاول القطع السوداء اللي في الجنب دي، وبعد كده ببدأ اركب الجلدة في البقرة واثبتها، ونركب القطع السوداء التانية دي بدخلها في البقرة برضو وبعدين اثبتها، ونبدأ بقى نقفلها بالمسامير بتاعتها. ودي القطع السوداء اللي كنا شايلينها بتثبت البقرة، فبرضو بنقوم قافلينها بالمسمارين، وبنركب القطعتين الحديدة دي الاتنين الحديد. وبعد كده البقرة كل قطعة طالعة منها لها مكان بنحطها وبنضغط بتدخل بتتركب بكل سهولة. وده عندي خزان المية اللي مش نظيفة برضو بنشيله كده،
وبننضفه كويس جدا. وعندي هنا المكنسة انا بوقفها تصفي المية، وبعد كده بنيمها كده تحت شباك لحد ما تنشف خالص تماما. مهم جدا تنشف الاول، وبرضو ده لازم بحطهم واقفلهم علشان يصفوا المية كويس. وبعد ما تنشف تماما ببدأ اركب المكنسة تاني ونعينها في الكرتونة بتاعتها، لف السلك بتاعها ونعينها في الكرتونة. بس كده ده طريقة تنظيف المكنسة وفك الاجزاء بتاعها بكل سهولة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. مع السلامة.